بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبائي الأعزاء، أحبائي في الله، إزيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنروح لفيديو، فيديو صغير. الفيديو ده هو يعتبر نصائح لأي حد مبتدئ أو أي حد عنده قناة ناجحة، عايز يبقى عنده قناة ناجحة لازم يعرف بعض النصايح دهيت، على اساس ان احنا لم يعني ايه بقالنا دلوقتي فترة على اليوتيوب، ورد علينا ايه الصح وايه القناة دي ناجحة ليه والقناة دي مش ناجحة ليه والكلام ده هو كله. ان شاء الله حبايبي نروح للنصايح، بس قبل ما نروح اتمنى من حضراتكم ان انتم تدعمونا باللايك وسبسكرايب وتفعيل الرنة او تفعيل الجرس. النصايح حبايبي على طول ندخل في الموضوع. اول حاجه، انت عشان تبقى ناجح وليك قناه ناجحه على اليوتيوب، اول حاجه لازم تحب اليوتيوب نفسه، لازم تحب اليوتيوب نفسه. في اي حاجه في حياتك، انت لما بتحب الحاجه، الحاجه ده هي بتديك وبتحبك وبتديك وبتوصلك. فانت لو انت داخل كاره لليوتيوب مش هتنجح، هتمل، هتبعد بسرعه. تاني حاجة حبيبي، لازم يكون عندك شخصية، تكون بشخصيتك انت. يعني مثلا حد، واحدة ست بتطبخ، تكون بشخصيتها هي، بأسلوبها هي، هتوصل لقلوب العالم وبسرعة. انت بتشرح حاجة تشرحها انت وكده، ما تجيبش انت حاجات محتوى تاني وتحط المحتوى ده هو على قناتك وخلاص. واحدة بتطبخ، ما تجيبش حاجة بعدين تصور حاجات من بره وتجيبها على القناة. عرفنا اللي تاني نصيحة، ان انت تكون بشخصيتك انت مش بشخصية حد، وما تجيبش حد عندك فيديوهات وتقعد تحملها وخلاص وتملى على القناة. لازم عشان برضو ننجح، تالت حاجة لازم اللي احنا نكون متواجدين على اليوتيوب بصفة دايمة اول سنتين. ازاي؟ اللي احنا ننزل فيديوهات مستمرة، نكون متواجدين مع الناس على طول اول سنة. بعد كده ممكن تطلع بقى يعني مرة في الأسبوع، مرتين في الشهر، عادي. لكن في أول سنتين لازم تداوم وكل يوم تنزل فيديوهات، ممكن تنزل فيديو واثنين وثلاثة وتعمل حفلات والكلام اللي انتوا عارفين ده. رابع حاجة، حاول انك تنزل محتوى وأفكار جديدة. لازم تعمل افكار وتغير وكل يوم تعمل حاجه، يعني تبدع في حاجه جديده، او لو خدت من حد تقولها انت باسلوبك. يعني حتى لو انت اتفرجت على حاجه معينه، فكره معينه، طبق، انت اتفرجت على طبخه معينه عجبتك وليها باسلوبك وليها بفكرتك انت الجديده. ما تحملش هم، يعني انت لسه مبتدئ، ما تقعدش تقول التصوير والمونتاج وده صعب والكلام ده هوت. لا، حاول تجرب، جرب واغلط. وانت لو جربت لازم هتجرب وتغلط عشان تتعلم. جرب واغلط. يعني مثلا انا دلوقتي عايز اعمل صورة مصغرة، اجيب برنامج بتاع الصورة المصغرة وادخل عند واحد واثنين وثلاثة واتفرج واشوف، وبعدين ناخد الخلاصة، وبعدين ادخل انا اشوف. اول مرة مش هتيجي تمام، تاني مرة هتيجي احسن، تالت مرة، لحد ما تبقى متمكن في الحاجة. مثلا عايز اعمل مونتاج لفيديو معين، برامج ياما، اشوف واختار البرنامج السهل اللي هو يمشي معايا واحاول اللي انا انفذ عليه. يعني ما تحملش هم التصوير والمونتاج وتعقدش نفسك، وان شاء الله العملية هتمشي بسلاسة. كلنا كنا في الاول بنفس الطريقة دي. اسم القناة مهم جدا، اسم القناة ده جذاب. اختار اسم يناسب قناتك. يعني ما هوش قناة طبخ وبعدين اكتب عليها مثلا حاجة في الالعاب، او حاجة في شرح اليوتيوب، او منوعات ترفيهية، او حاجات تعليمية. لا، قناة طبخ يبقى قناة طبخ، قناة فلانة للطبخ، مطبخ فلان للطبخ كده يعني. ويا ريت يكون الاسم بتاعك هو نفس الاسم اللي تعمله بيه صفحة على انستجرام، تعمله بيه صفحة على الفيسبوك،
لانك انت لما بتعمل الاسم بيبقى موجود على اليوتيوب وموجود على الفيس وموجود الفيس والانستجرام، بيساعدك ان انت تجيب عدد مشاهدات كتير وبيرفع في قناتك. ولازم اخر نقطة بقى، ودي اهم نقطة، اللي احنا يكون لازم عندنا صبر، لازم يكون عندنا صبر، وحط تحتيها مش 100 خط، 1000000 خط، لازم يكون عندنا صبر على اليوتيوب، وما نملش ونستحمل ونكافح، وان شاء الله اللي عنده هدف ان شاء الله يوصل. اتمنى لكم ان شاء الله ربنا يوفقكم، وتكون قنواتكم كلها ناجحة وقنواتكم كلها تمام، وتكونوا مبدعين، وتكونوا في اول وصفوة القنوات الكبيرة. كل القنوات الكبيرة بدأت من الصفر وبدأت واحدة واحدة، محدش بدأ واتنطط كده مرة واحدة. كان معاكم ابو زياد من قناة شاهد وفهم وتعلم منوعات على اليوتيوب. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.